مرحبا بكم من جديد على قناة أسماء عبد تي في. كيف كتشوفوا هادو هما يا العروق ولا هدية تاروبيا، العوا ديال تاروبيا، ولكن غنوريكم في هاد الفيديو ولا في هاد المقطع غادي نوريكم كيفاش او الصعوبة علاش هاد العواد يعني راه ماشي بالساهل باش تيجبدو، خاص كاين غير واحد المشقة شوية، وهذا هو اللي كيخلي الثمن ولا حتى التريتمون ديالها شويه شويه طالع. فاش باش كنلقاو حتى البودر ديالها طالعه، حتى الثمن ديالها طالع عند العطاره ولا حتى عند كيبيعوا الاعشاب. كنوريكم هنايا، هادو هما العواد، نوريكم هنا كيف كتشوفوا حمرين، ها همايا نوريكم كيفاش كنلقاوهم وهما راه كيكونوا تحت من الارض. هنا كيف كتشوفوها هنايا كنديرهم بهاد سميتها بهاد الاداه. كم انا نقرب لكم الصوره، هذه هي النبته ديالها ياك يا كمسيو، هذه هي تروبيا. تروبيا هذه النبته ديالها الفوق ياك، تروبيا وما يعرف بالفوا، تروبيا بالامازيغيه ياك، ماشي هو ماشي هنا ديال سميتو. وهذه هي النبته، هي هذه كتكون حرشه هنا مشوكه، يعني الى قستيها كتشد فيك. هانتوما نقرب هنايا، كدير حتى واحد النواره، ها هيايا كدير هنا واحد الزريعه، هادي ها هي كتشوفوا هنا، ها هي هاد النواره ديالها كديرها، وكدير بحال هاد الحبيبات هادو، وكتخرج واقيلا شي نواره قلا في الموف، لا النواره ديالها هي هكا صفراء، وكتخرج واقيلا شي لازم تكون صفراء هكا، هاد الزريعه ديالها ملي تكون في النضج، الزريعه هي هادي، هي دابا هادي راه زريعه مازال ما كملتش النضج. واش هي اللي كتولي من بعد ورده كتحلى هكاك؟ لا لا، راه ورده، كانت ورده اييه شي ملي تلقحات اييه ولات بحال هكا، هي زريعه هنا كده من الداخل. واني باقا ما كاملاش هادي، دابا هادي الزريعه ممكن نشدوها نزرعوها ولا لا؟ ايه راه الزريعه باش تنتشر، هي الزريعه هنشوف، نحاولوا نزومي شويه، تيلا قسمتها تولي هادي باقا خضرا هنايا، هي باقا خضرا. وكتزرع هكا خضرا ولا هي كدير ولا كتنوض هكا عشوائيه؟ لا سوفاج سوفاج. اذا ها نتوما هنايا غنبين لكم سبحان الله العظيم، هنا كتكون تحت من النخل، كتكون حتى تحت من النخل، وبالضبط حدا تحت من البلاصه اللي كتكون كتسقى بزاف ياك، كتكون البلاصه اللي كتكون كتسقى بزاف هي اللي كتكون دايره بها تروبيا. انتما كيف كتشوفوا يعني البلاصه كلها كتكون فيها الفوه، انا نقول لكم بقيت كنقول تروبيا تروبيا بالامازيغيه. ها هي هنايا كاين هذا الشيء كامل، ها هي عاوتاني هنا بان لي هنايا كاين هذيك الزريعه ولات بالموف، ها هي يا هنا ربع، هنايا بعيد عليا داك الشيء علاش كاين هنايا ديال النخل، الشوك ديال النخل دير بحال داك الشوك ديال الورد كيدير بحال الموساده. ها هي كيبان هنايا، نزومي شويه يعني كيف كتشوفوا هنايا هاد بحال كيبانوا بحال الثمار هكا بالموف باللون بنفسجي مغلوق هكذا. ها انتم كيف كتشوفوا تبارك الله، المهم هادي راه ما كيقابلها حد، ما سميتو شو سبحان الله العظيم، كيف هيا كيف سميتها اش بغيت نقول، خلني التعبير سرحات بالدارجه سرحات، هي سرحه طالعه على النخله، هذه النخله تبارك الله هنايا انتم نخله وحدها كرمه. غنبين لكم هنا المكان اللي انا فيه بالضبط، هنايا المهم في بلاصه هذه المنطقه بالضبط هنا راه قول ميمه، وبالضبط هذه البلاصه راه قصر اي تقطو ياك دوار، ما كيقولوا قصوره هما هنايا ولا الدوار. ندير الساشي ديالي هنايا باش نجمع فيه تروبيا، ما نوريكم هنايا المكان، ها هو هنا في الواحات كتكون، المهم غالبا معروفه كتكون في الواحات الفوه. انا نوريكم هنا عاوتاني هاي نخله اخرى هنايا، البلاصه اللي تيكون فيها الماء، البلاصه اللي تيكون فيها الماء واللي كتكون كتسقى هي اللي كتكون تحت منها الفوه، هي هذه هي لاغارونس الفوه، هي هذه ها هما هنا الناس راه محيدين هنايا، محيدين ها هما الربع ديالها، وغالبا ما الربع ديالها ما كيعطوش باين بزاف، لانه خصوصا في بحال حال سخون كيقولوا كتسخن، يعني سبحان الله العظيم يخني، واخا بالنسبه للانسان ولا حتى الحيوان راه كيقولوا يعني كتسخن، لانه هي كتمزيانه، هي معروفه عندنا حتى في الثقافه الشعبيه بانها مزيانه الفقر الدم، وفي سميتو مزيانه حتى كتستعمل حتى الصباغه
هي اصلا من زمان معروفه بانها كتستعمل صباغه الدباغه، كيصبغوا بها لسميتو كيف ما شرحت في مسبقا الجلد، الجلد والصوف، يعني كتستخدم كملون طبيعي من زمان. ها انتم شوفوا اش تلقاو، ضحك شنو الحال سخون، انا كتلقوني سوف الماكي الحراره. ها هي هنايا، انا غادي نقرب هنايا، غنقرب هنا دابا، خاص ضروري تكون هاد تكون العتله دابيتو تبدو حيك. انا نوريكم هنايا لانه ما يمكنش غادي تشدي مثلا هكذا، مثلا نوري هنا اللي غادي يجيب في يد عتله. هنشوف دلوقتي، ها هي يعني ها شوف هنايا، هانتي يعني كضرب لداخل، ها شوف يعني فاش كضرب بالعتله شوف شنو كتلقى. كتلقى يعني العروق ديالها، هي عبارة عن عروق، عروق ديالها لداخل ماشي النبتة. النبتة راه هي هادي كتكون على السطح فوق الأرض، والعروق تيكونوا لداخل تحت من الأرض. يعني خاصك ضروري من أداة بحال هكا كتكون هادي، وكتكون حتى العتلة هادي براتيك وياك، هادي براتيك على الأخرى. العتلة اللي براتيك، أه العتلة اللي براتيك، العتلة اللي كتكون مع البعد جبنا هادي. أي مع البعد فين هاد البلاصة اللي جينا لها بعيدة، جينا على رجل. ها نتوما كيف كتشوفوا، ها هو المهم غير باش تضرب شويه باش يتبان. ها العروق لداخل في الارض، يعني هنا هذا هو اللي تيفسر حتى الله يكون في العون، يعني الفلاح ولا هذا يعني الانسان اللي غادي يجي يدير هذه الخدمه وباش باش يقلب على هذا العروق. شوف هنا، شوفوا انا ما وقفت هنا باش يبان لكم العروق تبارك الله وسبحان الله، يعني كيكونوا لداخل، يعني خاص واحد مجهود عضلي باش غادي تخرج لك، باش خرج هاد العروق من تحت الارض، وتيكونوا شادين هما. واللون ديالها تيكون احمر هكذا، قسمها على جوج، غادي نبعد شويه باش يبان تبان الصوره واضحه. ها نتوما كيف كيكون الا قصتوها راه تيبان بحال الزعفران، بحال الزعفران، ولكن من بعد تيولي فاش كتنشف نشوف هذا فاش يكون عرق كبير الحجم تيكون مختلف، ياك الحجم تيكون مختلف. واش دابا شنو اللي تيعني انها كتكون شاربه الماء بزاف ولا لا؟ الحجم على حساب الجذر، النبته الا كانت قديمه كانت كبيره تيكون العرق ديالها كبير، كانت باقا صغيره يلا سميتو تيكون الجذر ديالها رقيق، تيكون العرق ديالها رقيق. ها نتوما كنوريكم هنايا، هذا هو اللي تيفسر، لانه كاين بزاف تيقول لك راه فعلا انا نيت كنشريها، كنشري كتكون في خصوصا في بحال دابا هنا في المنطقه هنا كتلقاها عند العطار كتكون رخيصه، بحكم انه المنطقه هنا الانتاج ديالها يعني كاينه موجوده، ولكن كل ما دخلت يعني في المدن الداخليه كتلقى كتاخذ غير شويه، مثلا 100 غرام كتلقاه ب 10 دراهم ولا 15 درهم. فهذا هو اللي تيفسر سميتو، عاد خاصك تشريها، خاصك تغسليها من التراب، كتكون حيك شان شوفي كتشوفو كتكون هنا التراب لداخل. فشوف هنا كتكون مجدر غير عروقها لداخل في الأرض، داخل في الأرض. انتما كتشوفو هنايا قلنا العروق ديالها، شوف بحكم المنطقة جافة العروق خصهم يكونوا في التاح ديال الأرض باش تعيش، باش كتخبي كتخبي ماكسي ديال الرطوبة، الماكسيموم ديال الرطوبة تبقى في العروق، حيت هي راه بعض المرات راه تكون بلاصة ما مسقياش جافة، هي ما كتكونش فيها الشيش هنايا، إيه ما كتكونش فيها، ولكن من بعد عام عاوتاني فاش تتسقى تتحيا تتنوض. اه سبحان الله، يعني كتكون يعني هي بحالها كتعيش تحت من الأرض، ياك؟ حيت العروق كاينين، العروق كاينين. بعدي كل هاد البلاصه كلها انتم كيف كتشوفوا كلها، هي النبته ديالها ها واضحه، ها هي النبته ديالها هي هذه الشكل ديالها. شوفوا يعني الا دوزتوا الا خاص يكون عندكم غير العتله، العتله والمجهود العضلي، الا دوزتوا هاد البلاصه كامله غادي تلقاو فيها تبارك الله، يعني هاد الشيء كامل اللي كيكون تحت من الارض تيكون كله تحت منه العروق ديال الفوه، هي لا غارونس. هذا ولتي في السرحتاره في اوروبا كتلقاو الثمن ديالها، لا حتى في امازون راه الثمن ديالها طالع، كتلقاو غير كونتيتي قليله والثمن ديالها. فهذا ولتي في السر، يعني ديما الحاجه اللي كتكون ندره ديالها ولا كتكون حتى الصعوبه ديالها في الاستخراج، فهو هذا السبب اللي تيخلي ها نتوما هذا دابا غير في بلاصه وحده كتلقاو تبارك الله العروق كثيره. شوف هنايا مسيو هنا
جيت تما نضرب العتله نشوف العرق تبارك الله قداش ناوي. كل ما كنت يعني كل ما كل ما قلق قريبه هنايا من النخله ياك، من جذور النخلة ديال النخله قريبه هنا من جذور النخله، تتلقاي العرق القدام يعني كتكون سارحة نيت كيف تنقول. تبارك الله شو العود هنايا، عواد اللي كتلقاو عواد، انا نوريكم هنا هادو فاش تيكون رقاق، انا نوريكم الفرق. شد هذاك الكبير انتم كيف تيكون، هذا صغير هذا، شوف الفرق بين هذا وبين هذا، يعني هذا كيكون هنايا في الجنب هنا، وهذا كل ما دخلنا هنا حدا جدر النخلة كاين هنا الغرض من كاين كاينها الغرض على حسب على حسب كيف قلتي سميتو، يعني كاين كتكون قد يعني مجدرة، يعني العمر ديال تتلقى النبتة. ديما جهة النخلة تتلقى القدام اه وفي تيكونوا شادين الأطراف تتلقى جديد في يعني الاطراف، تيكونوا هنا ها انتم بالاطراف، هادو هما اطراف ديال النخلة، من الاطراف هما هادو، وهنايا راه هو هنايا، ومازال النخلة راه جدرية هذاك اللي ياك تتقيسي هنا تيخرجوا اه تيخرجوا هنايا. المهم هنا كنت بغيت ندير هذا الفيديو باش نوريكم، كان بزاف صراحة حتى انايا ما كنت كنعرف، كنت كنسمع بالفوة لكن ما عمرني شفت النبتة ديالها، ما عمرني عرفتها فين كاينة، حيت بحكم انايا بنت اسفي وكبرت في مدينة اسفي، وما يعني ما معروفاش يعني كنت معطر شو هاد هنايا. حتى جيت هنا للمنطقة حكم المنطقة ديال الزوج ديالي هنا في الواحات، فهنا فين عرفت عرفت هاد على تروبيا التروبيا او الفوة والشكل ديالها، وكيف نقول تعرفت تعرفت عليها عن قرب. هانتوما يعني كل ما خاص ضروري، خاص يعني المجهود حضري ضروري. العتله كتكون الصراحه ثقيله، ما عرفتش واش نسى واش انا براسي ما قدرتش عليها، يعني كتكون ثقيله شويه، كتخص واحد المجهود. هادي جاتني ياك غير خفيفة عملية اه شوية، كلاسيك شوية، ولكن ما إلا يعني ما كتاكل بيتي كونتيتي كتيرة بيتي إلا بغيتي تخدم كونتيتي كتيرة راه خاصك العتلة ولا الفاس. فاسنيت ها نشوف بقى، شوف هاد الكمية هاد المدة اللي هدرنا معاكم ودرنا هاد الفيديو، ها هما شوف هذا هو الخيط اللي لقينا. هادي دابا كتغسل، ضروري كتغسل مزيان مزيان، هانتوما تيكون هنايا الطراف نو، فضروري مشات تغسل سميتو تغسل مزيان، تنشف الدوق. راه من بعد راه وريتكم كيف الاول، وريتكم كيف الشكل ديالها البودر، وهذا ما كان. كنتمنى كان الفيديو خفيف ظريف واستفدتو من هذا اللي سميتو من هذا الفيديو. كنتمنى اللي بامكانه يجي لهذه المنطقه، فالمنطقه ديال هذه المنطقه تقول ميما رائعه بمعنى الكلمه، الناس اللي كتعشق الطبيعه فيها ما يدار، فيها ما يتشاف، فيها واحد يمكن يجدد الطاقة ديالو، يجدد الحياة ديالو. كنتمنى لكم استفادة في الفيديو. السلام عليكم، لفيديو آخر، سلام.